طيب انا بسجل الفيديو ده لتاني مرة لانه للاسف المرة الاولانية التسجيل باظ. فانا في الفيديو ده بتكلم عن الديزاين رولز، وفي الترتيب في الكتاب وفي السلايدز هتلاقي ان الديزاين رولز متقسمة لجزئين، حاجة اسمها السبيشال ديزاين رولز وحاجة اسمها الجنرال ديزاين رولز. في السلايدز ترتيبهم ان السبيشال جاي الاول وبعد كده الجنرال، بس انا في الشرح هقول الجنرال الاول، يعني اللي هو فيديو رقم 4 اللي احنا فيه ده. الديزاين رولز هي شويه كونديشنز بتتحط على رسم اللاي اوت، بحيث ان لازم نوبزرف شويه حاجات واحنا بنرسم اللاي اوت، والهدف من كده هو ان الكونديشنز دي تعتبر مارجنز اوف ايرور او جاردز اجينست الفاريشنز اللي بتحصل في الفابريكيشن بروسيس. الهدف الرئيسي هو ان احنا لما نبعت اللاي اوت يتعمل له فابريكيشن، الشيب اللي هتطلع تبقى بتعمل الفانكشن اللي احنا متوقعينها منها. فهدفنا في الاساس هو ان احنا نزود حاجه اسمها اليلد. اليلد هو البرسنتج من الشيبس اللي بتطلع شغاله من الشيبس اللي احنا بعتناها تتصنع. لو عايز تقرا اكتر عن اليلد ممكن هتلاقي ديسكشن عنه في سكشن 14.1 في الكتاب. بس هي الفكره كلها انك لما بتبعت لفابريكيشن فاسيليتي تقول له صنع لي الشيب دي، بيقدر يضمن لك ييلد معين لو انت التزمت بديزاين رولز معينه هو اللي بيديها لك. الديزاين رولز بتقع تحت 4 كاتيجوريز. المينيموم ويدث اللي هو لما نيجي نعمل اي نرسم اي تراك في اللاي اوت لازم يبقى له ويدث مش اقل من حاجه معينه، وده في الاساس بيجي من الفاريشنز في الديبوزيشن. لانه انا مش ضامن ان انا لما اجي اعمل ديبوزيشن هعمل CVD او PVD بنفس الدايمنشن اللي مرسوم، فلازم يكون الدايمنشن ده اتليست حاجه معينه عشان اضمن ان هتطلع بكوندكتيفيتي معينه للواير ده مثلا انا اعمل له ديبوزيشن. تاني حاجه هي المينيمم سيبريشن، اني لما احط 2 تراكس في نفس اللاير مثلا 2 ميتال 1 لازم يبقى ديستنس ما بينهم حاجه certain minimum. يعني في كمان minimum separation rules بتنطبق على cross layer، يعني two layers لازم يبقى في minimum separation ما بينهم حاجة معينة. minimum separation لو هي في نفس layer فاحنا بنتكلم على variations في deposition، لو بنتكلم في cross layer يبقى احنا خايفين في الأساس من misalignment بتاع الـ masks. رابع حاجة هي المينيموم انكلوجر، اللي هي لما بكون عندي 2 لايرز ولاير مرسومه جوه لاير تانية، لازم اللاير اللي بتحتوي اللاير الاصغر تبقى معدياها باتليست مينيموم دايمنشن من جميع الاتجاهات، وزي ما هنشوف ده في الاساس بينطبق على الكونتاكتس والفياز. الديزاين رولز في منها بتبقى لينينت، بمعنى انها مدياك براح شويه، يعني مش بتضغط عليك قوي، ما بتديكش مينيموم ضيق وكده. وفي منها بتبقى conservative اللي هي بت 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 بتحط قواعد صارمة. قواعد الصارمة دي بتؤدي لأرياز أكبر وبالتالي للchips inefficient. بس on the other hand اليلد منها ممكن يبقى أعلى شوية من design rules lenient. الرابع كاتيجوري صحيح هو special rules. special rules هي rules لا تندرج تحت أي واحدة من الثلاثة اللي فوق دول، وأنا أتكلم عليهم بالتفصيل في فيديو رقم 5 اللي هما 2 examples تحديدا، minimum density rules و antenna damage rules. انا هسكيب دلوقتي ال special rules علشان اوصل لل general rules. فعندنا نوعين من ال general rules. ال general rules بت apply على كل ال layers. عندنا حاجة اسمها micrometer based rules اللي هي معناها انه لما حد يجي يقول لي الرول الفلانية هيقولها لي in terms of micrometers، يقول لي مثلا المينيموم ويدث بتاع المتال 1 لاين لازم يبقى greater than or equal اي حاجة، يعني 90 نانومتر. كويس، فلما يجي يستيت الرولز هيستيت الرولز in terms of absolute distances او absolute dimensions. والمايكرومتر based rules بتبقى مرتبطة بفندور معين، يعني fabrication facility معينة،
ومرتبطه بتكنولوجي نود معينه. فلو غيرت اما التكنولوجي نود او اما الفندور هتضطر تغير الرودز اللي انت بتعمل عليها تشاك على اللي اوت بتاعك. فحتى لو انت في نفس التكنولوجي نود بس رحت الفابريكيشن فاسيليتي تانيه ممكن الديزاين رولز بتاعتها تبقى مختلفه ويطلع عندك ديزاين رول ايرورز ما كانتش موجوده قبل كده. المايكروميتر بيسد رولز هي الرولز الكوميرشال الحقيقيه اللي بتبقى تنطبق على الشيبس اللي بتتصنع بشكل واسع، يعني لان هي بتبقى سبيسيفيك لفندور معين، فبتبقى ممكن تكون معموله بافشنسي عاليه، معموله ب يعني يدوب على القد مش بزياده يعني. الاوبوزيت بتاعها هو السكيلبل ديزاين رولز اللي هي ممكن تبقى سكيلد لاي تكنولوجي نود وممكن تتبعت لاي فاب. احنا هنبص على سبيسيفيك سكيلبل ديزاين رول سيت اللي هي سكيلبل سي موس. وفي السكيلبل ديزاين رولز كل الرولز تبقى ستيتد ان تيرمز اوف كونستانت اسمه لامدا، ولامدا هي نص المينيمم شانل لينث. فمثلا لو انا في 90 نانومتر تكنولوجي هتبقى لامدا 45 نانومتر. كل الرولز هتبقى ستيتد ان تيرمز اوف لامدا، وبعد كده لما قرر التكنولوجي ان انا هفابريكيت فيها بسبستيتيوت اللامدا الصح وببعت اصنع. طبعا ميزه واضحه انها سكيلبل، يعني اللي اوت اللي انت هتعمله هيبقى ابليكابل على مالتيبل نودز ومالتيبل فابريكيشن فاسيليتيز، وبالتالي مش محتاج تغير فيه خالص ولا تعمل ديزاين رول تشيك جديد. العيب طبعا ان هو علشان يبقى فلكسبل قوي كده محتاج يبقى كونسرفاتيف قوي، وبالتالي بيبالغ يعني بيسيب مسافات ازيد من اللي محتاجها، بيعمل ويدث اكبر من اللي محتاجه وهكذا. حاجة تانية كمان انه السكيلابل ديزاين رولز مش براكتيكال للتكنولوجي نودز الجديدة اللي هي ديب سب مايكرون، يعني اخرنا مثلا نتكلم على 60 نانومتر زي دي اللي ينفع فيها 65 نانومتر زي دي ينفع فيها السكيلابل ديزاين رولز، انما اقل من كده مش براكتيكال قوي ان احنا نستخدمها معاها. انما الكونسبت الرئيسية اللي هنشوفها في الاس سي موس في السكيلابل سي موس ديزاين رولز هي برضو الكونسبت اللي بتنطبق على اي ديزاين رولز تانية، فهي مناسبه بالنسبه لنا ان احنا نشوف من خلالها يعني ايه ديزاين رولز لانها واضحه، والاساس هنا هيبقى هو اللي هتشوفه في حته تانية يعني. فالاس سي ماس رولز احنا هنقولها في شكل جداول، كل تيبل هو بيخص لير معينه، وهنمشي لير باي لير من اول تحت خالص لغايه فوق خالص. فطبعا هنبتدي من الان 1 لير، كل رول هيبقى لها رقم x.y. x هي الترتيب اللاير نفسها، y هي ترتيب الرول جوه اللاير. ف رول 1.1 هنا بتقولي ان انا في لاير 1 اللي هو الانوال، ودي الفيرست رول في الانوال، واول رول دايما بتكون غالبا هي المينيمم ويدث بتاع اللاير دي، فهنا هتلاقيه هو 12 لامدا. فانت لو عايز تعمل الوال ده ما ينفعش ترسمه باي دايمنشن اقل من 12 لامدا، لازم يبقى 12 لامدا باي 12 لامدا، اصغر حاجه فيه تبقى مور ذان 12 لامدا. مفيش مشكله كبيره في الديزاين بتاع الوالز في ان احنا نستخدم اتليست 12 لامدا، لانه السبب الرئيسي اللي يخليني احط وال هو ان انا بقى عايز اعمل جواه بي موس ترانزستور. زي ما هنشوف البي موس او الان موس الترانزستور بشكل عام يعني الاوفر هيد الاريا بتاعتها كبيره، ف 12 لامدا ده يدوب ياخد البي موس ترانزستور مع سنجل بي موس ترانزستور يعني مع الوال كونتاكت بتاعته اللي هي بنكونتاكت بيها الفي دي دي، فده ما يعتبرش يعني ريستريكتيف قوي. اللي بعديها 1.2 وغالبا برضو رول نمبر 2 جوه اللاير هي بتكون السبيسنج. فهنا بنقول ان احنا المينيمم سبيسنج عندنا لازم يكون 18 لامدا، يبقى لو هترسم اثنين ويلز لازم يكون السبيسنج ما بينهم 18 لامدا. ده لو هما متوصلين على ديفرنت بوتنشلز، يعني لو ده مثلا عند في دي دي 1 ودي عند في دي دي 2، يعني موصلين عاملين ويل كونتاكت عند بوتنشلز مختلفه. لو عند بوتنشل هو بيبقى السبيسنج اقل عند 6 لامدا. رول 1.4 بتقول لو عندك 2 ويلز من انواع مختلفه السبيسنج منهم هيبقى زيرو. يعني ايه 2 ويلز مختلفين؟ يعني عندي ان ويل وبي ويل، في بروسيسز بيبقى فيها ان ويل وفيها بي ويل، دبل ويل بروسيس. ف
في الحالة دي مش محتاج تسيب مسافة ما بين الانوال والبيوال، ممكن تعمل البيوال جنب الانوال لازق فيه. لاير 2 هي الاكتف لاير طبعا، لونها اخضر وكنا رسمناها في اللاي اوت بتاعنا. مينيموم ويث بتاع الاكتف لاير 3 لامدا، وافتكر الرقم ده كويس لانه هيفرق معانا بعد كده. 2.2 بتقولي برضو ان السيبريشن ما بينهم لازم يبقى 3 لامدا، برضو الرقم ده مهم، يعني الرقمين دول هما هيخشوا بعد كده في حسبه الاريا بتاعت الترانزستور. وبعدين عندي هنا رول 2.3 بتقول لو انا عندي سورس او درين وعندي ويل جواه ترانزستور من نوع الاوبوزيت، يعني لازم يكون في سيبريشن معين ما بينهم. ولو في اتنين اكتيفز جوه نفس الويل بس عليهم سلكت ماسك مختلف، لازم يبقى سيبريشن بينهم 2.5. فلاير 3 اللي هي البولي ماسك هتلاقي ان ليه ان رول 3.1 مهمه جدا. رول 3.1 بتقول ان مينيمم ويث بتاع البولي لاير 2 لامدا. فلو بصيت كده الانترسكشن هنا ما بين الاكتيف لاير والبولي لاير ده ترانزستور، دي يعني الكاردينال رول بتاعه اللاي اوتس. فلو بصينا كده هنلاقي ان لو هنا السورس وده درين مثلا فهتبقى دي الشانل لينث. فتو لامدا اللي هنا دي هي اللي بتقول لي انه المينيموم شانل لينث لازم يبقى ايكوال تو 2 لامدا، فمن هنا جت المينيموم شانل لينث. برضو لو بصينا كده بالعرض هيبقى ده دبليو، لو رجعنا بصينا على الاكتيف لاير المينيموم ويث بتاعه 3، فدبليو لازم تكون جريتر ذان اور ايكوال 3 لامدا. فده بيقول لي حاجه مهمه قوي انه المينيموم سايز ترانزستور في السكيلابل سي موس الدبليو اوفر ال بتاعته 3 over 2 مش 1 over 1، لأنه W ما ينفعش تبقى 2 لامدا، W لازم تبقى 3 لامدا نتيجة المينيموم ويت بتاع الأكتف. رول 3.5 فيها حاجة لطيفة جدا أو حاجة يعني interesting، إن هو الرول دي stated in terms of a single lambda، لأنه ممكن واحد يسأل ليه أنت مش اليونت بتاعتك مش الشانل مينيموم شانل لينث نفسها، ليه نص المينيموم شانل لينث؟ ليه لامدا هي نص المينيموم شانل لينث؟ لانه في سم دايمنشنز ممكن تبقى نص المينيموم شانل لينث، زي الدايمنشن ده مثلا اللي هو بيقول لما البولي يعدي الاكتيف وعايز ياخد كورنر كده ويبتدي يمشي في دايركشن نورمال لازم يكلير الاكتيف باتليست 1 لامدا. برضو رولز 3.3 و 3.4 مهمين لانهم بيقولوا لو البولي هيعدي الاكتيف والاكتيف هيعدي البولي لازم بعد ما يعدوا بعض يمشوا مسافه معينه، والمسافة المعينة دي بالنسبة للبولي ما يعدي الاكتف 3 لامدا وللاكتف ما يعدي البولي 4 لامدا. السبب في كده لو بصيت على اي 2 لايرز تانيين غير البولي والاكتف مش هتلاقي انه بنقول لازم لما نعدي بعض نفضل ماشيين كمان حتة، لكن دول مهم قوي ان احنا نعمل كده لان ده ترانزستور، فانا خايف من الميس الاينمنت ما بين ده وده يخليني اطير الترانزستور اصلا، فعشان كده هتلاقي المينيمم كليرنس دي موجودة في الاثنين لايرز. الحقيقة يعني 3.4 هو صحيح معمول على لاير 3 بس هو يخص لاير 2 أكتر كمان. بعد كده لاير 4 هي السلكت ماسك، الرولز بتاعته تخص السيباريشن والأوفرلاب بتاع الأكسس بتاع الأكتف سوري، يعني لما يكون عندي أكتف لازم أحاوط الأكتف ده من جميع الاتجاهات بمينيموم اللي هو 4.2 اللي هو 2 لامدا. السبيسنج هو الرول على الويدث اللي هي 4.4 اللي هي 4 لامدا. لاير 5 هي الكونتاكت، الكونتاكت لاير زي الفيا لاير في حاجه انترستنج ان هو السايز بتاعه ستيتد ان اكزاكت سايز، بمعنى ان كل كونتاكت هتعمله لازم يبقى 2 لامدا باي 2 لامدا، مش مينيمم 2 لامدا باي 2 لامدا، 2 لامدا باي 2 لامدا. لو عايز كونتاكت اكبر من كده ما تقدرش تعمل كونتاكت اكبر من كده، هتضطر تعمل مالتيبل كونتاكتس، انما كونتاكت الواحد ما يبقاش اكتر من 2 لامدا باي 2 لامدا ولا اقل من 2 لامدا باي 2 لامدا، هو اكزاكتلي 2 لامدا باي 2 لامدا. الكونتاكتس والفيز هتلاقي الرولز بتاعتهم ستريكت قوي لان احنا دايما خايفين منهم، لان الكونتاكتس والفيز بيتفتحوا بالاتشنج، فالاتشنج مشكلته تحديدا الوات اتشنج مشكلته انه بيفتح هوريزونتالي زي ما بيفتح فيرتيكالي،
كل ما الماتيريال اللي انا بعمل فيها اتشنج تبقى ديبر، كل ما كمية الهوريزونتال اتشنج اللي هتحصل في الاخر هتبقى اكبر. فبالتالي لازم ابقى حريص جدا ان انا اعمله برولز ستريكت جدا. طبعا هتلاقي في مينيمم سبيسنج ده لازم يكون موجود في اي لاير، هو هنا 5.3 بس 5.2 برضو هنا مهمة جدا. 5.2 بتقول لما يكون عندي اكتف وعندي كونتاكت، الاكتف ده لازم يوفرلاب الكونتاكت بقد ايه، فالكونتاكت نفسه موجود هنا لازم الاكتف يتخطاه ب 1 لامدا من جميع الاتجاهات. الترانزستور يا جماعه هو الانترسكشن ده، دي الشانل بتاعت الترانزستور، ودايما بيكون في درين هنا وسورس هنا. الدرين والسورس هتلاقي نفسك دايما تحتاج تعملهم كونتاكتنج مع متل لاير علشان يا اما توصل السورس مثلا بالجراوند او درين بالسبلاي، او تاخد الاوتبوت من الدرين توصله على جيت تانية. فدايما بنعمل كونتاكت لميتال، فعشان كده دايما الشكل اللي هو عامل كده، دي الاكتيف لاير اهي، وبعد كده عندي هنا البولي لاير، الشكل ده هو شكل الترانزستور اللي بنشوفه دايما. فبنلاقي الحته دي دايما اللي هي السورس والدرين بيطلعوا كده ويبتدوا يفرشوا بالشكل ده، لان هو المينيموم ويدث بتاعه 3 لامدا، بس لما تيجي هنا يبقى ده 2 لامدا باي 2 لامدا، واضطر ان انا اتخطاه من جميع النواحي بلامدا ولامدا، فيبقى عندك هنا 4 لامدا في الحته دي. فبتلاقي شكل الترانزستور عامه عامل كده. 6 الحقيقه هي برضو الكونتاكت لاير، بس المره دي كونتاكت للبولي، فعندنا برضو نفس الرولز كانت موجوده على الاكتيف هتلاقيها موجوده على البولي. مينيموم سبيسنج تو ماس شانل دي المفروض هتبقى 2 لامدا مش 2 باي 2 لامدا، يبقى دي 2 لامدا. هنا كل ما في الامر ان احنا بنقول لو عايزين نعمل كونتاكت، الكونتاكت ده ما تقدرش تعمله الا على مسافه مينيموم من الشانل. يعني فين الشانل؟ الشانل هي الانترسكشن هنا، ابعد عنها هنا وهنا باتليست 2 لامدا، وبعدين ابتدي اعمل الكونتاكت اللي انت عاوزه. اللي بعد كده 7 هو متل 1، متل 1 مينيموم ويث بتاعه 3 لامدا، والسيبريشن زي الويث 3 لامدا. زي ما الاكتف او البولي بيحتاجوا يعملوا اوفرلاب للكونتاكت، برضو المتل بيحتاج يعمل اوفرلاب للكونتاكت ب 1 لامدا، بحيث ان كل الناس تبقى ضامنين ان المتل واللاير اللي تحته وصلوا عن طريق الكونتاكت اللي موجوده هنا ده. في هنا سبيشال رول للسبيسنج، لو المتل وايرز عريضه جدا اكتر من 10 لامدا تحتاج تعمل سيبريشن ما بينها اكبر بكتير، لانه الاتشنج مش مضمون ساعتها انه ما يسيبش شورت ما بين التو وايرز دول لو ما سبتش المسافه دي. الفايز هتلاقي شكل الرولز بتاعتها شبه الكونتاكت قوي، بس السايز بتاعها اكبر، هي 3 لامدا باي 3 لامدا، والسيبريشن بتاعها اكبر. سي دايما مينيمم اوفرلاب بيتعمل بالتو متال لايرز الفايا بتوصلهم ببعض، فهنا هتلاقي في من متال 1 وفي كمان من متال 2. في برضه سيبريشن ما بينها وما بين الكونتاكت لاير وما بينها وما بين الاكتيف والبولي، والهدف هنا هو ان احنا نافويد ان احنا نعمل شورت ما بين الفيا والكونتاكت نتيجه ميس الاينمنت للماسك. بعد كده عندنا متال 2 و3 و4 و5، دول ريبيتد متال لايرز، ادوار متكرره يعني، كلهم ليهم نفس الرولز اللي موجوده هنا، وهي شبه جدا الرولز بتاعت متال 1 ما عدا ان السيبريشن اكبر شويه من بتاع متال 1. زيهم برضو فيا 2 3 اند 4 هي الفيز اللي بتوصل المتال لايرز دي ببعضها، وكلهم ليهم نفس الرولز بالظبط، دي برضو 3 لامدا مش 3 باي 3. اخر متال لاير خالص اللي هي متال 6 ليها مينيموم ويث اكبر شويه، مينيموم سيبريشن اكبر شويه من اللايرز اللي تحتها، والسبب في كده هنعرفه لما نيجي نتكلم عن الوايرنج، ليه الميتال لايرز الاعلى بتبقى اوسع بشكل عام يعني. واخر فيا خالص اللي هي الفيا تخص الميتال 6 هتبقى برضو ليها سبيشال رولز بتاعتها، ان هي اكبر والسيبريشن بتاعها اكبر. على فكره مش معنى ان احنا اخر ميتال لاير عندنا هنا 6 ان ده اخر ميتال لاير في اي براكتيكال سي موس يعني بروسيس، ممكن يكون فيها اكتر او اقل، ده في الاس سي موس بس. برضه الاس سي موس ما بتقولش انك لازم يبقى عندك متل 6، عندك 6 متل لايرز، ممكن يبقى عندك 4 متل لايرز، بس بتقول لو عندك 6 متل لايرز يبقى متل 6 هتبقى الرولز بتاعتها كذا.